ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خدنا فيدباك سريع عن الانوتيشن والى حد ما تمام. هنطبق بقى ونوظف اللي احنا قلناه ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشية ازاي. انا هروح هنا هعمل باكج جديدة خالص خاصة بالانوتيشن. بلاش نشتغل قديم عشان كل حاجة تكون منظمة. فاعمل باكج هقول له كوم دوت سبرينج دوت مثلا ايه؟ انوتيشن ان تمام اهو فينش. ده ايه؟ ده الباكج اللي هنشتغل فيها. تمام، اول حاجه خلينا نعمل المين. حلو، اهو دي المين بتاعتنا، هسميها ايه؟ مين اي بي بي. تمام اهي، تمام. هعمل بقى كلاس اهو، او خلينا نعمل انترفيس الاول، هسميه مثلا ماستر ايه؟ انترفيس. تمام اهو فينش. تمام، وهعمل ايه؟ كلاس هسميه ماستر. تمام اهو، ما فيش اي مشكله. الماستر انترفيس هحط فيه فانكشن اسمها ايه؟ هقول له بابليك فويد مثلا ايه؟ نيم، خليها نيم. هقول له طبعا ما فيش امبلمنتيشن، ده الانترفيس اهو. هروح هناك هعمل امبلمنت من الايه؟ من الماستر انترفيس. هيقول لي اعمل ايه؟ اوفررايد اهو لوحده، دي انوتيشن زي ما اتفقنا. هنا اهو هقول له ايه؟ سيستم دوت اوت برنتلين اي ام ماستر. حلو حلو، مفيش مشكله لغايه دلوقتي. تمام، المفروض في المين، تعال نروح في المين القديمه، ناخد اللود ده برضو، خلينا ناخد ده كله اختصارا للوقت. تمام اهو ده القديم خلاص مش عاوزينه. هنا اول حاجه، اول حاجه كنا بنعمل ايه؟ لود للايه؟ للاف اكس ام ال بتاعنا. حلو، بعد كده سيبنا من ده خالص. هقول له ايه بقى؟ هقول له ماستر انترفيس مثلا ام اس ايكوال الكونتكست بتاعي دوت جيت بي. حلو، والبين بتاعتي هنا كنت بحط الاي دي واقول له ايه؟ ماستر انترفيس دوت كلاس. في حاجه لغايه دلوقتي ايه؟ جديده؟ مفيش، كله قديم. تمام، وبعد كده هقول له ايه؟ ام اس دوت مثلا ايه؟ نيم اهو، وبعدين هعمل الكونتكست دوت كلوب. حلو قوي، لغايه دلوقتي مفيش اي مشكله. تعالى نعمل ران اهو. ران از اهي جافا، طبعا جاب لنا اكسبشن، ده الايه؟ المتوقع. ليه؟ اصلا مفيش اي دي. تمام، والايه؟ والابلكيشن كونتكست بتاعي ما فيهوش اي بينز. تمام، فاذا دلوقتي هنشتغل على انوتيشن. تعالوا معايا، اول حاجه عشان اقدر اعمل بين من اي كلاس من غير ما اكتب اي اكس ام ال بستخدم انوتيشن اسمها كومبوننت. تمام تمام جدا. السبرينج بيعملها سكان، بيعمل سكان لكل الكلاسات اللي عندك في البروجكت بتاعك اللي محطوط عليها ايه؟ انوتيشن. هو دايركت كده بيعملها سكان. تمام، بيقول لك ايه؟ اوتوماتيكلي بيرجستر البين في السبرينج كونتينر. هو عن طريق الانوتيشن بتاعك، يعني هو اول ما تحط الانوتيشن بتاعك هنا وهنشوف هنحطها ازاي. تمام، هو على طول بيروح يعمل لها ايه؟ انجكت هنا اكنك كتبت البين دي بالظبط. حلو قوي، جميل. هنخش على ايه؟ هنضيف الكومبوننت بتاعتنا اهو، اد كومبوننت. تمام، وده شو بيقول لك ايه؟ بين اي دي. حلو، بدأت توضح ايه؟ انا هنا
في الابلكيشن كنت بعمل بين واديله اي دي، تمام. المناظر ليها في الانوتيشن هعمل هنا ات كومبوننت اهي، والاي دي بديله هنا هقول له ايه؟ ماستر. جميل قوي. كنت بعمل البين هناك هنا اللي هي البين ديت، كنت بعملها واديها اي دي. لا هنا بقى بعمل كومبوننت كده، هو عمل البين والاي دي بحطها له ايه؟ هنا. لغايه دلوقتي تمام، مفيش مشكله، مفيش اي مشكله. جميل. بعد كده بروح بقى اعمل الجيت بين بتاعتي وادي له ايه؟ الاي دي. تعالوا كده نجرب اهو. هنا هدي له ايه؟ هنا المفروض ماستر اللي هو ايه؟ اللي هو الاي دي بتاع البين ده. تمام. نعمل ران برضو، عندي ايرور. مازال ايرور؟ اه مازال ايرور. هقول لك ليه. ديت عشان تقدر تعمل انيبل للكومبوننت عشان يسكان في السبرينج كونفيج فايل، عشان تخليه يعمل اسكان للكومبوننت ديت عشان اي انوتيشن في السبرينج يقدر يعملها سكان، لازم تضيف سطر كود هنا في الايه؟ في الابلكيشن كونتكست. السطر ده فايدته ايه؟ فايدته اللي انا بقول له ايه؟ يعمل لي انيبل عشان يقدر يعمل اسكان من اول باتش معينه. يعني خلينا نكتب بالكود ده كونتكست كومبوننت سكان اهو. هقول له هنا كونتكست اهي كومبوننت سكان، تمام. هو لوحده ايه عملها اهو. هنلاقي عندنا بيز باكج. بيز باكج بتاعتنا تبدا منين؟ كوم دوت سبرينج. بقول له اعمل لي سكان على انوتيشن من اول الكوم دوت سبرينج. واحد يقول لي احنا عاوزين نعملهم من اول كوم دوت سبرينج دوت اي ان ان. هقول لك تمام عندك حق، دوت اي ان ان، لان دول ما فيهمش انوتيشن. يعمل لي سكان على الباكج دي بس. حلو قوي كده، انا ضفت السطر الكود ده عشان اقول له اعمل لي سكان على انوتيشن على الباكج كذا. طب افرض الباكج ده كله يعني الثري باكج دول فيهم انوتيشن للسبرينج، هنعمل ايه؟ هقول له كوم دوت سبرينج، لان هما كلهم اصلا جوه كوم دوت سبرينج. يعني كوم دوت سبرينج جواها الاي ان ان وجواها الدي اي وجواها الاي او سي. ازاي مش فاهمين؟ هقول لك لو رحنا على البروجكت اهو، البروجكت بتاعنا اهو، هوريك حاجه. السورس اهو كوم سبرينج، ملاحظين كوم اهو وسبرينج، تمام. التلاته جوه اهو. اذا بصوا فوق هنا كوم سبرينج، تمام، جواها الايه؟ الثري باكج دول. حلو. اذا لو انا عاوز الثري باكج هعمل كوم دوت سبرينج. طب انا عاوز ليه دي بس؟ عشان اصلا اوريدي انا عامل في ديت بس الانوتيشن، دي اللي موجود في الانوتيشن. هكتب ايه؟ دوت اي ان ان. صعبه؟ لا مش صعبه. تعالى نعمل ران اهو. ران قال لي ايه؟ اي ام ماستر. اذا تمام مفيش اي مشكله. على السريع اللي عملناه، اول حاجه بدل ما كنت بعمل البين انا هنا بايديا واديله اي دي، لا البديل ليها اد كومبوننت وبديله الايه؟ اي دي هنا مع كومبوننت. كده انا عملت ايه؟ كده هو لوحده اول ما اعمل ران هيروح هنا يعمل انجكت للبين بتاعتي هنا اكني كتبتها بالظبط، ويدي لها اي دي وكل حاجه تمام، ما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي مشكله. بس طبعا ضفنا سطر الكود ده عشان نعمل انيبل ان يقدر يعمل سكان للنوتيشن بتاعنا من عند الباكج معينه زي ما انت حابب بقى. دي حاجه ترجع لك. جميل جدا، ما فيش اي ايه؟ ما فيش اي مشكله. هفتح الايه ده الابلكيشن بتاعي، قصدي اه ده الابلكيشن بتاع البروجكت، تمام، عشان اعمل جيت اد اضيفه للجيت هاب، تمام. جيت كوميت هقول له ايه؟ annotation spring annotation، تمام. هقول له ايه؟ add component، تمام. حلو قوي، تمام. هقول له ايه؟ get push. جميل جدا، مفيش اي مشكله. هروح هناك، تمام، هروح اخش هنا اهو على الكوميتس، تمام اهو سبرينج انوتيشن كوميت كومبوننت وكل حاجه تمام، مفيش اي ايه؟ اي مشكله.
اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.